بتعاون مشترك مع وكالة ناسا العالمية، نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محاضرة تثقيفية لطلبة المدارس والجامعات تحت عنوان استكشاف الفضاء إلهام للأجيال القادمة. وبدوره أكد مدير إدارة التثقيف العلمي بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور سلام العبلاني على نجاح هذه المحاضرة في جذب عدد كبير من فئة الشباب والأطفال، مشيرا إلى الحضور الغير مسبوق الذي حظي به المحاضرة، فضلا عن التفاعل الإيجابي من قبل أولياء الأمور وحرصهم على حضور أبنائهم للتعرف على معالم العالم الخارجي للفضاء. لأول مرة يعني يمتلئ المسرح، مسرح مؤسسة الكويت التقدم العلمي عن آخرة، بل ويمتلئ الطابق الأعلى عن آخرة من طلبة المدارس ومن الضيوف لمشاهدة وسماع هذه المحاضرة الثمينة جدا جدا التي يلقيها البروفيسور تشارلز العشي، وهو مدير الجيت بروبلجن لاب، مختبر الدفع النفاث في ناسا. وأعتقد أن هذا الإقبال من الجيل الصاعد الواعد ما هو إلا دلالة على أن الكويت بخير. وطبعا احنا تلتقي اهداف مؤسسة الكويت التقدم العلمي باهداف العديد من المنظمات والمؤسسات بالكويت، وعلى راسهم جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية. ولذلك نرى الان هناك الكثير من الدكاترة والبروفيسورز من جامعة الكويت